مرحبا برج السرطان، أهلا فيكم في القراءة العامة. القراءة مثل ما تعرفون تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي كوكب عندكم ثاني موجود في برج السرطان، لكن أنتم اللي لازم تشوفون القراءة وتحددون إذا تنطبق عليكم ولا لا. أوكي، هاي القراءة راح تكون أغلبها عن الحياة العملية وأيضا فيها جانب عن الحياة العاطفية. أوكي، وفي نهاية القراءة راح ننظر إلى المفاجأة اللي راح تكون موجودة. أوكي، برج السرطان أول جانب نشوفه في الحياة العملية هو جانب الأموال. خلينا نشوف. ملكة السيوف، أوكي، ستة الخماسيات. برج السرطان هني يقول لك بخصوص أموالك، راح تأتيك أموال. هي مو مسألة إن ما راح تأتي، بما أن عندك ملكة يعني راح يكون عندك خلال هذا الشهر نوع من الدخل الأقل المستقر، ما راح يزيد وايد ولكن راح يكون مستقر، لأن عندنا رقم ستة، لأن الدخل اللي تحصل عليه راح في نفس الوقت عشان يتكاثر عشان يزيد مع الوقت لازم تحطه في المكان الصحيح، تستثمر الاستثمار الصحيح اليوم عشان بعد شهر شهرين سنة سنتين أصير عندك المبلغ اللي أنت تحلم فيه مثلا. هاي النوع من الطاقة، لأن عندنا هنا ملكة السيوف، محتاج الحكمة. أوكي، محتاج أن أنت تستخدم عقلك، محتاج أن أنت تكون وايد حذر في طريقة استخدامك لدخلك خلال الشهر الأشهر القادمة عشان تحقق أهدافك المالية، لأن عندنا هذا الكرت اللي يقول إن الفلوس اللي راح تدخل أيضا لازم تطلع، لازم يصير عندك دورة تكاثر للأموال. أوكي، خلينا نشوف الحين الوظيفة. عندنا كرت برج الأسد، كرت القوة. في وظيفتك محتاج ان انت تظهر الجانب الجاد منك اكثر في الفترة القادمة. اوكي، تظهر الجانب اللي يقدر انه يتحمل ويصبر. انزين، اذا كان عندك اي شكاوي اي مقترحات للتحسين اي شيء حتى حاول انه تسيطر عليها في الفترة القادمة. انا احس ان جو العمل ما راح يكون متقبل أفكارك ومقترحاتك في الوقت القادم وحتى لآرائك. إنزين، هذا أنت هني فارس الأرض تقدم مقترح، فحاول أن أنت حتى لو ما كان عجبك وضعك في الوظيفة ولكن تصبر. إنزين، تقاوم رغبتك في الكلام، تقاوم رغبتك في التعبير، مهمة من أجل استقرارك الوظيفي في الفترة القادمة. خلينا نشوف المشاريع. ملكة الأرض، أوكي، لما أشوف هاي الملكة أحس أن حتى لو توفرت عندك المادة إذا أنت في مشروع أو مقبل على مشروع محتاج تدرس كل الجوانب أكثر مما درستها، محتاج أن نظرتك تكون جدا حيادية وشاملة عن الموضوع قبل ما تدخل في المشروع مثلا لأنك تحبه أو لأن عندك رأس المال، لا، محتاج تجمع معلومات أكثر. إنزين، تجمع معلومات أكثر وفي نفس الوقت تعيد استثمار الدخل اللي دخل لك المشروع في المشروع نفسه، إعادة الاستثمار، لأن إذا ما طورت من مشروعك ما راح ينمو. هني عندك مرحلة نمو، أنت مو مرحلة أن كل الأموال اللي تأتيك تأخذها وتحطها بجيبك، لا، لازم تخصص مبلغ محترم من أجل إعادة الاستثمار في مشروعك أو توسعته أو تطويره، تطوير تغيير أيضا. خلينا نشوف الدراسة. أربعة الأكواب، أوكي، الخماسي الأول، كأنما راح تأتيك فرصة في المستقبل أن أنت تكمل دراستك أو تدخل يمكن حتى نوع من التحدي المسابقة. إنزين، هنا عندنا أربعة الأكواب، مجال في إبداع أكثر في الدراسة
ولكن انت كأنما هني احسك مشغول بالامور العملية، تقول ما راح اشارك. ممكن تكون مسابقة وطنية او تحدي على مستوى الدولة، وانت هني تقول لا المسابقة ما راح تضيف الى درجاتي، او انا عندي اوريدي انا اعمل بالاضافة الى الدراسة، ما اريد اني اشتت تركيزي. اشوفك هني كأنما راح تختار انك تركز على الدرجات وعلى ايضا العمل، الاموال، الرزق، واي شيء، وان كان في شهادة زيادة، وان كان في مثلا تفوز بجائزة، احسك في الفترة القادمة ما راح تكون متشجع ان تخوض في هاي المغامرات، وراح انت تعتبر ان في استثمار افضل لوقتك وطاقتك. خلينا نشوف الباحثين عن عمل. عجلة الحظ. انزين، اذا امورك متوقفة عزيزي برج السرطان من اجل بخصوص البحث عن عمل في الفترة القادمة، راح شاقول لك، احسك هني انت حاط عينك على وظائف معينة تتمناها لنفسك. الوظائف هذه لحد الان ما فيها شواغر، مغلق فيها الباب، ولكن قريبا راح يفتح الباب من اجل وظائف مختلفة او شواغر مختلفة. مثلا اذا انت مصر انك تشتغل في المحاسبة، فراح تأتيك فرص عمل ولكن في مجال مثلا التسويق، شيء مختلف عن مجالك. اوكي، فراح يتغير الحظ وراح ينفتح لك باب، بس مو نفس الباب اللي انت انتظره وتتمناه، باب مختلف. محتاج انك تكون مرن. خلينا نشوف الحياة العاطفية، توافقك مع الشريك. طبعا الجانب العاطفي من القراءة راح يكون عام، مش مخصص للمنفصلين او المرتبطين. اوكي، خلينا نشوف توافقك مع الشريك او الشخص اللي في بالك خلال هذا الشهر. الكوب الاول، وتحت عندنا الغصن الصغير. شريكك في الفترة القادمة، عندنا هني طاقة الابراج المائية حوت، عندنا هني الابراج النارية، انزين اسد، حمل وقوس، وهني عندنا حوت، عقرب، سرطان. انزين، في الفترة القادمة طبعا اعكس القراءة باللي تحس انه يناسب وضعك مع الشريك. هني لا، انا احسه ان انت مشاعرك قاعدة تتدفق من اجل شخص جديد، ابتدى ينبض قلبك شغفا، مو شرط حبا، شغفا، اهتماما بشخص جديد قادم الى محيطك، الى محيط العمل، الى محيط الدراسة، الى محيط الاسرة، التقيت فيه صدفة ولكن لفت انتباهك هذا الشخص. انزين، لم ان صار الوضع او راح يصير اللقاء بينكم في وقت انت ابدا مش متوقعة. انزين، او اذا كان اوريدي عندك شريك او عندك شخص حاطه في بالك، ففي شخص هني راح يكون منغلق عن الحب ولكن يبي يفتح باب للتواصل بينك، يبي يتواصل معاك ولكن مو مستعد انه على طول يقفز الى الخطوة الكبيرة اللي فيها حب، او ما خلينا نقول احنا ما يوافقك على مستوى المشاعر. المشاعر هو عنده غصن صغير، الغصن الصغير اللي هو يكون الشغف، الاهتمام. انت عندك الكوب الاول، كوب الحب، كوب الهيام، ففي اختلاف، او هو عنده. اعكس القراءة، اعكس وخذ الجانب اللي يناسبك. انزين، واللي ما عنده شريك يعني العزاب، خلي ينتظرون مواصفات الشخص القادم في طريقك. هاي القراءة راح اسويها بعدين. خلينا نشوف الحين الصحية، برج السرطان. الفارس الارض، اوكي، عندنا هني سبعة الاكواب. احس هني ان بعضكم يحاول ان يؤجل موعد كشف في المستشفى، موعد فحوصات، او حتى موعد عملية. دائما يتعذر ان الوقت مش مناسب لي، دائما يتعذر ان ما له داعي، يمكن اطيب بروحي، يمكن اصير زين بدون ما احتاج للعملية، بدون ما احتاج للدكتور. في احد منكم هنا برج السرطان ما يحب دخلة المستشفيات، انزين، وساعات ترى شوفوا في قانون الجذب، اذا الموضوع ما كان صحيا خطير، يسبب خطر مباشر على صحتك، ان احنا نشيل اهتمامنا عن العوارض
التعب، الإجهاد، العرق، المشاكل اللي هني تخص النوم. أحس هني مشاكل تخص النوم لما نشيل اهتمامنا، ما نركز فيها وايد، نركز في شيء ثاني، نركز في الحياة العملية أو في الحياة بشكل عام. هني نشوف المشكلة مع الوقت تبتدي تخف. ما هي إلا أعراض زين نتيجة التغييرات اللي احنا قاعدين نمر فيها بالعمل. مثلا العمل قاعد يأثر عليك يا برج السرطان، ياخذ من صحتك، يخليك مثلا ما تنام في الليل. زين خلينا نشوف آخر شيء، الأمور القانونية أو في النظام القضائي. عشرة الأكواب إن شاء الله خلال شهر، لأن هذا رقم عشرة، خلال شهر تسعة رح يأتيك خبر جميل إن قريبا رح يكون في، اللي هو في شهر عشرة رح يكون في نطق بالحكم النهائي، نطق رح يرضيك. أوكي رح يكون، ما بقولك إلى صالحك 100%، إلى صالحك على قد ما أنت لك حق، يعني رح تاخذ حقك في هاي الموضوع، رح تاخذ حقك بخصوص احتمال كبير شيء يخص الأسرة، محكمة الأسرة، تاخذ حضانة الأطفال عندك. إنزين خلينا نشوف الحين عزيزي برج السرطان شنو راح تكون طاقة التحدي أو الاستفزاز لك خلال شهر سبتمبر. ساكرفايز بالضبط، مثل الطاقة اللي حسيتها هني في البداية برج السرطان، ان انت في الفترة القادمة في امور، عندنا هني بعد كارت الاسد، التحدي لك خلال هذا الشهر ان تعرف تشيل اهتمامك من الامور اللي مو عاجبتك، مو مقتنع فيها، في الاسرة، في العمل، في الزواج، وتصب اهتمامك على الشيء اللي عاجبك. لان احس خلال شهر سبتمبر بالنسبة لكم انتوا يا سرطانيين التغيير ما راح يكون سهل، والتغيير ما راح يكون متعاون معاك، ما في هني طاقة تغيير، في طاقة هذا هو الوضع الحالي، حاول انت ان تتأقلم معاي برج السرطان. اوكي محتاج انك تضحي، وان كان ان اللي تتمناه مو كله راح يصير خلال شهر تسعة، ولكن انت على الطريق الصحيح تبتدي تجهز نفسك ان اذا اليوم ما قدرت تتكلم، اليوم ما قدرت اعبر، بكرة راح اقدر. مو لازم كل شيء اسويه الحين، مو لازم اقول كل مشاعري الحين، لا، فقط ان انت تمسك نفسك، هذا هي التحدي الاكبر لك خلال هذا الشهر. خلينا نشوف الطاقة اللي راح تعاونك، الطاقة اللي راح تكون حليفتك خلال هالشهر. اوكي هاي الكرت انقلاب، The World Lord بالضبط، اللي ما تقدر تقوله، اللي ما تقدر تسويه هنا في هذيك الطاقة لأنها تحدي، اللي ما تقدر تعبر عنه اكتبه، لأن عندك لورد أو سيد الكلمات، اكتبه، اكتبه عشان ما تنساه بينك وبين نفسك. أول شيء تطلع الطاقة من قلبك، مو صحي إن أنت تخلي المشاعر أو الرغبة معينة تحبسها وما تنضج فيها، فعلى الأقل تاخذ ورقة وقلم وتدون، تدون الأشياء اللي صارت، الأشياء اللي ضايقتك، الأشياء اللي تبي تغيرها. عقب فترة يا هي بتتغير بروحها، يا هي بتختفي، يا بتيك الفرصة المناسبة إذا صبرت هني وقاومت الرغبة للكلام، بتيك الفرصة المناسبة إن أنت تتكلم ولكن يصير كلامك مسموع. ولما أشوف أيضا هذا الشخص دائما أحس إنه قبل ما تتكلم راح تحتاج طاقته، لأن طاقته هي التنظيم. لما احنا نكتب نخطط ونرد نشخبط ونرد نكتب، هني احنا ننظم أفكارنا، ننظم طاقتنا، نقول لا ما راح أقول بهالطريقة، راح أقول بهالطريقة. طاقة إعادة التنظيم راح تكون لصالحك وتعينك خلال هذا الشهر. وخلينا نشوف آخر شيء المفاجأة لك يا برج السرطان. أوكي The Empress، شيء من جانب الأمومة. أوكي الإمبراطورة، هذا عندنا كارت برج الميزان وأيضا الثور. هدية راح تأتيك من شخص، من شخص ما تتوقعه، أو من شخص
ما توقعت انه راح يذكرك في مناسبة معينة. حمل، حمل ايضا، اوكي. خبر من جانب الام، خبر جيد، يمكن امك تتصل فيك وتعطيك اخبار جميلة عن تغييرات جميلة راح تصير في حياتكم، تأثر عليكم كلكم، بس انت مثلا وباقي الاسرة. عزيزي برج الثور، لا سوري، يمكنك تتعامل مع برج الثور.